طيب تمام فبقول لها استدقي ده عمرو ومراته تعبانين وانا زعلانه عليهم، انا بدعي لهم ربنا يشفيهم. ده مين في عمرو؟ الحلم عمرو مين ومراته؟ عمرو اديب ومراته، طيب فما خفوا عطيتش الحمد لله اهتمام خلاص. وسكتت. طيب بصي يا ستي، هقول لك على حاجه. مبدئيا طبعا اسم رجاء الجداوي، يعني انت بتجدي في امر بتترجيه من الله. جد ده اللي هو معناه ان انت كل يوم العمل. كل يوم بتتفاعلي وبتصلي وبتدعي ربنا ان ربنا ينولك هذا الامر. الامر ما يخصش الفنانه اطلاقا، لان انت مالكيش صله معاها مباشره. الامر يخصك انت، ده امر انت عايزاه، بس محتاج منك صدقه، لان الشمس دي معناها انها يعني الانسان في ظل صدقاته الى يوم القيامه. معنى كده ان الصدقه هي اللي هتوصلك للهدف اللي انت عايزاه، وفعل الخير، لان انت رحتي وجبت لها عربيه ومش عارف ايه. عليكي تجتهدي وتجدي مع نفسك في يعني ايه عشان تحصلي على الحاجه دي، يعني طلعي صدقه، بري والديك لو عايشين ولا ميتين، ده اللي هيوصلك لده. وبعد كده ما تنسيش طبعا بما انها ذكرت في المنام، يعني الفاتحه وصدقه على روحها كده بسيطه وبس، ليه بسيطة يعني؟ ويشفي التانيين. والله بس كده. يا رب ربنا يشفي جميع المرضى يا رب، ويرحم أمواتنا جميعا.